متهبطه اللي ما خصش يتغر، حتى ربح الكوت ديفوار بحجه افريقيه وربح ناميبيا، يعني فرق كبار وفرق قوه يعني فهاد الكوب دافريك، ما خصش يتغر ويكمل انه صافي راه وصل القمه، حيت ديما الفرق اللي ضعاف هما اللي كنحلو معاهم حنايا، وكنتمنى نفوزوا بالمنتخب الوطني. داكشي اللي حصل في الكره ما تحدش تحكم على كل ما عندنا 90 دقيقه ما تقولش راه الماتش راه هو هذاك، حيت علاش كتنسى ما عمرك تحكر فرقه، كتجي كل فرقه كيفاش ما عمرك لعبتي معاها، واخا لعبتي معاها ديجا لعبتي معاها كتجي كتقدرش تحكم عليها، حيت علاش؟ حيت علاش ربما يقدر هذوك يقولوا راه صافي هما هذوك تتزلق تصيد على شي بيت ما تقدرش تحكم فيها. ان شاء الله تكون ربح للمغاربه ضروري، هذه مؤكده ان شاء الله، بهاد ليكيب هذه اللي دايرين دابا راه زعما الحمد لله راه غادي مزيان وغادي يربحوا ان شاء الله. ولكن شنو واش حقرتوا البنين؟ لا ماشي حقرناها، بالعكس اللعب المغاربه احسن من بان لي احسن من البنين بزاف، وان شاء الله نربحوا. على حسب ما شفتش انا في المباريات ديال المنتخب المغربي، والبنين مكلاسي هو التروازيام، كنظن بانه سيد الرخاء. المغرب عنده مدرب كيعرف كيفاش يجري لي ماتش، كل ماتش كيمشي على حسب القدره اللي عند اللاعبين ديالو، وتا هو الذكاء ذكي، المدرب ذكي كيعرف كيفاش يجري الماتش. نحن لعبنا ماتشات كثار من ديال البنين مع ساحل العاج مع جنوب افريقيا، واستطعنا ان نهزمهم. تاع البنين حتى هي جد حتى هي جد البنين غا باش نبداو عاوتاني الويتيام فينال ولا السازيام ولا هو غادي، حنا غاديين وحده وحده كما قلت لك، حنا كنجيريو الماتش على حسب المستوى ديالو. ما نحقرو حتى شي فرقه، لان افريقيا ما بقاش ديك افريقيا ديال زمان، فهمتي الكره تطورات، وحنا هما عندهم البنيه القويه الحمد لله، حنا عندنا لا براتيك، عندنا ايكيب مزيانه تنتفائلوا بها ان شاء الله تعالى، وتنتمنى بان الله سبحانه وتعالى غادي ننتصروا، اكيد غادي ننتصروا، ما نحقروا حتى شي فريق. كره القدم منفوخه بالهواء، ما كاينش صيدتي الرخاء ولا صيدتي الغلا، لا هذا كلام ديال الناس الطائشين، الناس العقلاء تندخلوا للمقابله باش نلعبوا كره. بس المغرب هائل تبارك الله، ايكيب ناسيونال واعره 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 بزاف، وان شاء الله بروسين مع البنين اون فاباسي ان شاء الله. لا ما ضعف والو، تا ما واعرين وغادي نوجدوا اليوم ان شاء الله، وغادي ندوزوا للويتيام ان شاء الله. انا زعل على اللعابه، هما خاصهم يحاولوا يلعبوا الماتش مزيان، واخا لعبوا يقولوا هذا الماتش لعبناه مزيان مخيرين، خاص نحاولوا غادي نستعدوا لهم مزيان، ماشي بقاو يقولوا الله حق ربحنا هذو نحقروا هذو ولا نديروا هذو، خاص يحاولوا يلعبوا على خصوصا الدفاع على سان دي فورس، واخا كيقولوا لعابه حكروم كيقول لك ما كيلعبوش، هادي كل واحد ببلاصتو ما يقدرش يتحكم لك على اللعاب. ايوا غيكون بزاف، كاين بزاف المؤهلات ان شاء الله، ليكيب كلها زوينه، ونطلبوا الله الخير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.